I think we're good to go. So welcome to this session and thank you for attending. We'll be spending the next hour talking about investing in SMEs, the business case for them. Directly, we'll be focusing the discussion on the Arab world. So we'll be touching upon the general challenges facing SMEs with a specific for region focus on the Arab world, perhaps. We have a fantastic group of panelists here that I'm fortunate to share the forum with, starting with Mr. Marco Comasio on my right, who's the president and general manager of the CAA Technologies Group. And we have His Excellency Sa'adat Ma'ali عبد الواحد سهيل وهو وزير العمل والتدريب المهني في المغرب. ومعنا بالطبع السيد جين يونغ كاي وهو نائب رئيس التنفيذي والمدير التنفيذي الأول للمؤسسة المالية. And we have Mr. Fathi Taher, who is the CEO of Taher Investments. So without further ado, let's get started with the question that we're here to address. سنحاول أن نجيب عليه. هذه المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، تواجه تحديات كبيرة تتمثل في خلق 80 إلى 100 مليون وظيفة خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك للحفاظ على مستويات العمالة الحالية. And if the region as a whole is has any chance of meeting it, a lot of this employment opportunities that will be created will come from the SMEs. They are a key employer, they're a key contributor of the employment sector as it stands in the region, and the addressing the challenges facing, number one, enabling them and allowing them to grow is تمكين وأيضا على النمو. إذن هذا هو تركيز نقاشنا في هذه الجلسة. قبل أن نبدأ أريد أن أخبركم بأننا نستخدم تكنولوجيا تفاعلية، بالتالي قد أطلب منكم التوجه إلى هذا الموقع الإلكتروني الظاهر على الشاشة، لأننا سنقوم بجمع الأصوات أو التصويت من المشاركين من النتائج في حوارنا. بالتالي أرجو منكم التوجه إلى هذا الموقع والإجابة على السؤال الأول. أرجو منكم أن تخبرونا عن خلفيتكم لنعرف الجمهور لكي نحدد الحوار والنقاش. نريد أن نعرف إذا كنتم من شركة صغيرة أو متوسطة، أو أنتم من صانعي سياسات، أو تمثلون الشركات الكبرى. بالتالي سنخصص دقيقة الآن لكم لتشاركوا في هذا التصويت. المعضلة بالنسبة للشرق الأوسط تتمثل في أن هذه المنطقة مليئة بدولارات البترول، وحين يتعلق الأمر بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو الشركات، وكما قال السيد جين يونغ، فإن هذه المشاريع لا تحظى بالتمويل المطلوب، وهو أقل تمويل في العالم. لماذا هذا هو الوضع برأيك؟ أعتقد بأن التحدي الرئيسي هنا يكمن في غياب منظومة إيكولوجية ممكنة لعملية التمويل. الأطر التنظيمية فيها إشكالية، كذلك هناك مشكلة في البنية التحتية المالية وقدرتها على الوصول إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتعامل معها مختلف عن التعامل مع الشركات. نحتاج إلى بنية تحتية مختلفة، وأيضا نحتاج إلى خبرة خاصة بها. المشكلة الثانية هي أنه من الصعب لأي مؤسسة مصرفية أو بنك، وهذا لا ينطبق على هذه المنطقة بل في كل أنحاء العالم، أن يقوموا بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لأن ذلك يحتاج إلى تقدير مخاطر مختلف تماما، وهذا لا يحدث. إضافة إلى ذلك، فإن التحدي
في هذه المنطقة قد يكمن ليس بالضرورة في غياب الروح الريادية. هناك روح ريادية قوية في مجال الأعمال، ولكن تذكروا أن القدرة على الحصول على التمويل مرتبط بأولا الإقراض، الحصول على القروض، ثم هناك المال التأسيسي أي رأس المال الأساسي أو المبدئي. وهذا يعطي فرصة لتطور رأس المال، ولكن هذا الجانب ليس بنفس القدر من القوة كما هو في أنحاء أخرى من العالم. هناك أموال ولكنها لا تصل إلى المكان الصحيح، والأرقام مثيرة. ففقط 8% من الإقراض، إقراض البنوك في هذه المنطقة هو للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي دول مجلس التعاون الخليجي هذه النسبة تصل إلى 2% فقط، 2% فقط من القروض موجهة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. إذا من الواضح أن التمويل، تمويل هذه المشاريع صعب، وهذا مرتبط بالبيئة التنظيمية ومرتبطة بإنشاء الشركات أو بيئة الأعمال كما نسميها. وكما قلنا في جلسة سابقة، يجب أن نتأكد من وجود ثقة كافية ما بين الجمهور والحكومة والبنوك. يجب أن يكون هناك أطر تنظيمية كافية. في الجلسة الأولى قال إبراهيم في الصباح اسمحوا لهم بالنمو والازدهار، اسمحوا لهم بالسير قدما. نريد أن نسمع آراء حول الغرفة. هل لكم أن تجيبوا على السؤال الثاني على أجهزتكم؟ كم منكم يعتقد بأن التمويل والإقراض هي الصعوبة الأهم التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة؟ لا أسأل إذا كان هذا يشكل تحدي أم لا، بل ما هو الأمر، ما هو التحدي الرئيسي الذي يجب أن نتصدى له كمجموعة لمواجهة المصاعب التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة؟ هل لنا أن نشاهد النتائج على الشاشة؟ While we're gathering that, let me go back إذن بينما تظهر النتائج سأعود إلى معالي الوزير عبد الواحد. ما دور الحكومات العربية؟ I'll be switching to Arabic. سأنتقل إلى اللغة العربية، بالتالي يمكن لكم استخدام الأجهزة لاستماع للغة الإنجليزية. ما دور الحكومات العربية في تسهيل عملية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ هل هو دور واحد رقابي من حيث وضع شروط على البنوك حتى تتم عملية التمويل كافي؟ الرقم الذي يتحدث عنه الأستاذ كايلو 8% فقط يذهب إلى المشاريع المؤسسات الصغيرة المتوسطة. هل على الحكومة أن تضع وضع دور رقابي، أم عليها كما بعض الإخوان بالأمس كانوا يقولون عليها إنشاء صناديق تمويل مباشر؟ يعني في كان مقولة أنه على الحكومات العربية أن تغامر ب 100 أو 150 مليون دولار في كل دولة وتضع تمويل خاص للمشاريع الصغيرة بشكل مباشر. هل هناك دور في تمويل مباشر، أم يجب على الحكومة أن تكتفي في تسهيل عمليات إنشاء المؤسسات ورقابة على البنوك؟ بدون شك أن هناك دور للحكومات، ولكن الحكومات لا تتشابه والوضع في العالم العربي لا يتشابه. فلا يمكن أن نتصور نظام مصرفي يشتغل بأموال المودعين، بأموال الناس الذين وفروه، وتأتي حكومات وتقرر على أن هذه الأموال توزع على الشركات بدون مراعاة المخاطرة وإمكانية استقرار هذه الأموال والتوازنات المالية إلى غير ذلك. ولكن من دون شك أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي لها صعوبة في الولوج إلى القروض إلى التمويل لا بد من مواكبتها. وهناك بعض التجارب سأعطي بعض التجارب عمل بها في بلادي في المغرب، وهو إنشاء صناديق لرأس مالة المقاولات المتوسطة والصغرى لإعانتها على المساهمة في رأس المال. وإلى جانب ذلك بعض المقاولات تجد صعوبة في الحصول على قروض صغيرة الأمد التي تمكنها من الاشتغال بصفة يومية.
وهنا يمكن تقديم بعض الضمانات من طرف مؤسسات عمومية لمساعدة المقاولات في شروط معينة، لأن هناك نوع من المواكبة المالية، ولكن أظن بأن القاعدة الذهبية هي أن هذه المقاولات يجب أن تكون قابلة للحياة وقابلة للتطور، ولا ينبغي أن نتعامل مع التمويل من هذه الخطورة من منطق الصدقة والشفقة. ينبغي أن تصل هذه المقاولات إلى استقلال يمكنها من مواجهة أعمالها وأن تكبر وأن تصبح مقاولات كبرى، وبعد المقاولات المتوسطة تصبح مقاولات كبيرة، لأن هي لا تتشابه، لأنها تشتغل في أنشطة مختلفة جدا، تأتي من الصناعة التقليدية إلى الخدمات إلى التكنولوجيات المتطورة. هناك إمكانية مواكبات، ولكن لا نؤمن بأن على الدولة أن تلزم الأبناء باقتراض أو إقراض كذا وكذا لأي نوع من الشركات، هذا غير صحيح كأسلوب في اعتقادنا. إذا لم اسمح لي أن أعقب على هذا، إذا لم يكن هذا الأسلوب صحيح، فهل برأيك على الحكومة واجب التدخل بشكل مباشر بإنشاء صناديق مخصصة للمؤسسات المتوسطة؟ وإن كان الجواب نعم، فلماذا لا يحدث ذلك بشكل أكبر؟ طبعا هذا ممكن، وبعض الحكومات بالنسبة للمغرب موجود فقط المواكبة المالية، موجودة مواكبة من نوع آخر من خلال وكالة وطنية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، هي جهاز حكومي ولكنه يدبر بمشاركة مع المقاولات، مع نقابات المقاولات، مع نقابات المقاولات النسوية لأنها موجودة، مع مقاولات الشباب، مع بعض القطاعات الحكومية التي تشتغل مع مجموعة البنوك، وقد طوروا عملهم إلى درجة أنه أصبح عندهم نوع من التنقيب الريتينج الذي يمكن هذه المقاولات أنها بالتدريج تصل إلى منظومة يمكن فيها معرفة المخاطرة الممكنة وتعرضها لأنواع من المخاطر وأشياء مثل هذه، تمت أساسا من خلال تعامل ما بين القطاع الخاص والقطاع العام والمجتمع المدني الذي يمثل هذه المقاولات، لأن لا يوجد مشكل مالي فقط، توجد مشاكل أخرى، مثلا الولوج العقار وهو مشكل مهم جدا نظرا لغلاء العقار في المدن أساسا، وهذه إشكاليات كذلك تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. And it seems that the audience is actually in agreement with the statement you just said, which is a little over half of the audience here does not believe that financing is the greatest challenge. So let's keep picking on this issue and perhaps we can revisit it towards the end of the session. Mr. Marco, what role can technology perform in facilitating the number one financing business or intermediation business of SMEs, opening up new revenue streams and perhaps lowering the transaction cost? I think here's one opportunity that we're currently living and witnessing that perhaps is a bright story in this challenge. I believe that for the small and medium enterprise nowadays, through the innovation technology, we can open opportunities that are unbelievable. If you think about the global market, just through the internet capabilities, certainly the small and medium enterprise can have opportunities that are unbelievable. And certainly, the small and medium enterprise of this part of the world can benefit a lot because there is a lot of competencies, a lot of opportunities to go out, and this is all possible through the global market. At the same time, there are also some challenges. And if you think about the need of creating applications with the speed that the market
التطبيقات تواكب سرعة السوق فإن تحدي الجانب الأمني هام جدا أمن الإنترنت وهذا لا يشكل تحديا للشركات الكبرى فحسب بل أيضا للشركات الصغيرة لهذا أعتقد أن التكنولوجيا يجب أن تنتقل إلى المستوى التالي ليس لمساعدة الشركات الكبرى فحسب بل لإيجاد نموذج لمساعدة الشركات الصغيرة المشاريع الصغيرة المتوسطة Nowadays, ومن الأرجح أن الكثيرين what goes under the umbrella of the cloud computing, this is exactly يتعاملون مع مسألة الحوسبة السحابية the services more scalable وهذا for more يساعد على إعطاء خدمات متوافقة مع حجم المشاريع الصغيرة المتوسطة هذا أيضا يساعد على تخفيض طول كلفة هذه الخدمات في المستقبل هذا من شأنه أن يساعد هذه المشاريع الصغيرة المتوسطة أن تنتقل إلى المستوى التالي من العمل وهناك الكثير من الأمثلة أريد أن أسمع أخبارا اقتراحات مبتكرة في هذا النقاش البارحة في جلستنا كنا نتحدث عن تمرين تم في البرازيل حيث تم الحديث عن الكثير من المشاكل التي نواجهها مثلا في العالم العربي عدم وجود المعلومات خاصة بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفيما إذا كانت تستحق الإقراض أم لا وعملية تحديد المخاطر المرتبطة بها قبل أن أنتقل إلى السيد فتحي أريد أن أذكر الجمهور بأنكم يمكن أن تطرحوا أسئلتكم مباشرة من خلال الجهاز المخصص لكم ويمكن أن نأخذ أسئلة من خلال هذه الأجهزة أو من خلال استخدام الميكروفون كذلك يمكن أن تصوتوا لسؤال أو تصوتوا ضد سؤال آخر في جو ديمقراطي السيد فتحي An experience in Eastern Europe. أنت لديك خبرة في أوروبا الشرقية حيث شاركت بشكل مباشر في توفير رأس المال المباشر لتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة. وأوروبا الشرقية انتقلت من سيطرة القطاع العام بشكل كامل على الأعمال إلى أعداد كبيرة من الشركات التي تم خصصتها وصلت إلى حوالي 80%. دور للقطاع الخاص هذه قصة نجاح هامة. ما الذي يمكن أن نتعلمه منها؟ سأعود إلى ما قاله السيد كاي. المسألة تتعلق بالتمويل والتشريعات وكما تعرفون فإن أوروبا الشرقية حتى عام 1990 كانت دول تهيمن عليها الدولة بشكل عام على القطاع الخاص أذكر أنه كان هناك من يفتشنا لدى الدخول بحثا عن تفاحة بالتالي كان من المستحيل أن تقوم بأي شيء دون مظلة الحكومة والآن من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة هناك ملكية كاملة تقريبا القطاع الخاص والشركات تسيطر على القطاع الخاص بشكل كامل الدولة لا تدير أي شركات كبرى أو أي قطاع هناك اليوم تم أيضا تقسيم الشركات الكبرى التي كانت تديرها الدولة إلى وحدات صغيرة سابق كان هناك حوالي 20 شخص يعملون في مجال النفط مثلا الآن 10,000 شخص وهناك عشرات الشركات في مجال الزراعة والصناعة والسياحة وهذه الشركات نمولهم بشكل مباشر قد يبدو ذلك رقما كبيرا عدة مليارات من الدولارات اليوم لكن بدأنا مع بعضهم $5,000 أو $10,000 فقط من أهم رجال الأعمال في رومانيا اليوم هو عضو في البرلمان الأوروبي وسأحكي لكم قصة عنه وصل عام 94 وسماه ألف وأراد أن يفتح مقهى وصل لي وقلت له ما الذي تريده قال أريد $5,000 لأنني أريد أن أشتري جهازا لصناعة الخبز وأريد مكيفا أيضا جهاز تكييف وإلا سوف يذوب الكعك بالتالي أعطيته
المبلغ وحصلنا منه على 60% عائد في البداية. ومن ثم حين قمنا بجلب أجهزة التكييف من الكويت لم يكن هناك من يستطيع إصلاح أجهزة التكييف المركزية في رومانيا. وأنا كنت من الكويت والدي كان وكيلا لهذه الشركة فقمت أنا بإصلاح هذه الأجهزة. زوجته كانت البائعة كانت تبيع وحماته كانت هي التي تعمل في المطبخ. He is one of the largest فنادق من خمس نجوم وهو من أكبر التجار وهو يتاجر في فيليبس ودايو وغيرها. هو يملك ناديين لكرة القدم وهو قيمته مليارات وهو شخص بدأ ب5,000 دولار. أعتقد أن علينا نتعلم من أوروبا الشرقية. لقد قام بأمر رائع. I really don't know how this can be applied in the Middle East. But looking at it, everybody here thinks of government. And government is government. Government has no money. I mean, okay, maybe Saudi Arabia has money. Maybe, but in a country like Jordan, which has no money, there is no natural resources. But I think we have something better than all that. شيئا أفضل من كل ذلك. لدينا شعبنا وهو جيد التعليم وناجح جدا. وهو بنى الخليج. When I travel around, we are active in about 30 countries. I meet Jordanians everywhere. We meet Jordanians everywhere. Very successful. ولديهم الكثير من المال. I think somehow they have to create عليهم أن يجدوا طريقة ما لهؤلاء الأردنيين الناجحين الذين بنوا السعودية والكويت والخليج ولديهم المعرفة والذكاء إلى أن يعودوا وأن يبدأوا بالعمل international level of creating new business. على المستوى الدولي لخلق أعمال جديدة. لا يوجد أي قدرة للوصول إلى المال في هذا البلد. إن كنت شخصا ذكيا وكنت متخرجا من الجامعة وإن أردت 10,000 دولار ستدور في دوائر وفي حلقات مفرغة في البنوك لن يتحدثوا إليك. More touched by, you know, some Jordanians said this is a symbol in a difficult time. And you know, one of the largest investments in Jordan, beautiful company here. I don't know if you heard of Hikma. You know, we are a big part of that. And right now they are, you know, one of the leading companies in the region, potentially I think leading maybe in the world. They have operations in the US. And they are a lot of entrepreneurship. And you know, on that question, you know, is financing the only concern? It's not. It's a multi. You know, you need a lot of joint interventions. Absolutely. The government should not involve in picking winners. The government can support funds, seeing that the private sector run a fund to support small and medium enterprises. But in the end, it's not just create those medium enterprises. Remember, it's the most risky part of the life cycle in a company. We love to help them. And frankly, the government and the banks need to help them to grow, to go to the players. And that will de-risk a lot of things. And that's where the real jobs, sustainable jobs will be created. A lot of things are needed. But the most important thing is, in my view, is the partnership between the public, not only the government, the public in general, the media, will give enough trust to the private sector. I'm not saying the private sector can sit there. They need to be sure, always learn from the experience, be inclusive. يجب أن نكون شموليين وأن نخدم ليس فقط الأغنياء بل أيضا أن نخدم الفقراء لأنه من خلال خدمة الفقراء فإنكم تخلقون طلبا جديدا لكم في المستقبل. هذه هي الأمور let's have a magic formula one thing to fix the problem. It's not وليس هناك معادلة سحرية. وأتمنى لو كان هناك معادلة سحرية. The two examples you gave from Jordan, wonderful though as they may be, are not focused on SMEs. And the SMEs I bet to differ. Okay.
on airport, you know how many jobs are in Crete? During the construction, after serving the airport, 20,000 jobs. In subcontracting? Absolutely. So do not always, you know, the value chain is critical. You know, Hikmah, that's a good job. They are going to create R&D jobs, they are going to create all the supplies. So please, it's SME is not just what he said was absolutely correct. This region, first need the growth, second need the competitiveness. You cannot just create a company for the sake of creating a company. That company has to have a competitive edge. Okay. So what I'm saying is, let's think the issue. We need to support the big companies, they create jobs for these little ones, and we are also supporting the small companies to help them to grow big. Right. The challenge is, can we make sure we're creating careers in addition to short-term jobs? I think that's what can we do to make sure that happens? And just, I'll pick on one of the questions that the audience just let me take. Let me just, there's a question that the audience submitted that I think is really touches upon this, which is, are credit guarantees for SMEs a workable mechanism? Or do they create a moral hazard at the cost of others? IFC has a wonderful experience in that regard. What can we do to provide a third party to ease the financing process? Look, I don't believe in guarantees, but again, come down to where are we at the life cycle of this company? Right? You see, it's everything is not always good or bad. There are always two sides of it. At the initial stage, if you truly believe, this is, you know, it's hard to make judgment. Frankly, I wish there would be genius always make the right judgment. This company is good, and you provide some guarantee, and this thing going up. But, you know, on the other hand, you often have a situation because of a guarantee that moral hazard, right? You know, sometimes we win, sometimes we lose. But, you know, for us, very much, we need to focus on what intervention is the most impactful intervention, both for the government and, of course, for international organization, or for this. I heard, you know, this is a full-service banker. He fixed, you know, air conditioning. And that's very, very good. I mean, really, all the financial service providers should, you know, in my view, make that judgment rather than one policy fits all. حسب الحالة ولا أن يكون هناك سياسة واحدة مناسبة للجميع. وافق على ما قلته بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأنه من الجيد دعم الشركات الكبيرة والمطارات وسكك الحديد والذي نحاول أن نفعله وما زلنا نحاول أن نفعله في الأردن ولكن The DFIs, like IFC أعتقد and أن مؤسسات دولية مثل أوبك والمؤسسة التمويل الدولية والبنك التمويل الأوروبي كلها concentrated on the large scale projects. على المشاريع الكبرى. And they, while they were created to وبينما تم تأسيسها لمساعدة اقتصادات إلى المستوى القاعدة. فإنها مراكز ربحية. أنا آسف. لا أريد أن أنتقد. We have also the vice president of OPEC here, so لدينا هنا ممثل لأوبك. We should actually, because you see, when you come to country like Jordan. فيما يتعلق ببلد مثل الأردن، لدينا شعب جيد التعليم وهناك أشخاص موهوبون وأذكياء. ولكن إلى أن يصل هذا الشخص إلى مستوى الحصول على التمويل من مثل هذه المؤسسات. هذا أمر مستحيل. غادرت الأردن كطفل كان عمري 9 سنوات وتوجهت إلى الكويت. ولكن ما كان بإمكاني أن أفعل شيئاً في الأردن. أبي كان لديه المال ولكن لم أكن أريد أن أفعل ذلك. أردت أن أبني نفسي بنفسي. Then you ثم نتوجه للخارج you can make business, you the states, you can ونذهب make إلى اليونان أو الولايات المتحدة أو حتى إلى أوروبا الشرقية ويمكننا أن نجد ونبني الأعمال بمواجهة كل الصعوبات وحققنا مليار دولار نحن موهوبون كأشخاص ولكن عندما يتخرج الأردني من الجامعة هو ذكي ولديه أفكار جيدة إلى أين يمكن أن يتجه ليحصل على 50,000 دولار قل لي you should make this possible. يجب أن تجعل ذلك ممكنا أنتم في مؤسسة التمويل أو في أوبك أو في البنك الأوروبي للتنمية والإعمار هذا هو عملكم أن تبنوا الاقتصاد هنا قاعدة We do big companies. دعني أشرح هذا النموذج الاقتصادي. We also do small ones. نحن نعمل مع الشركات المؤسسات الكبيرة ولكن أيضا نعمل مع الصغيرة. لقد وقعنا مبلغ 410 مليون دولار لتأسيس مرفق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ولكن هذا في هذا المال سندعم البنوك الأردنية وأن ندربها وأن نساعدها على إقراض الأفكار الذين يريدون أن يقترضوا 5,000 دولار. علينا أن نفكر بالطريقة الأكثر نجاعة للتدخل. $20 million is tiny money for us. That's virtually like a venture capital. Through them, we lend support people like what you mentioned.
So هناك مؤسسات أخرى تقود أشخاصا مثل الذين تذكرهم. The big thing actually is that not necessarily true. They have invested in multiple venture capital because they know better in Jordan than we do. الصناديق ولكن أنتم تعرفون أكثر عن الأردن منا. So ونحن نتشارك في نفس القيم. ربما الحضور أو ما أبعد من ذلك قد يكون لديهم أفكار رائعة. Go to couple of the venture capital we supported. We put real money in those private equity and venture capital. We provide this risk capital. رأس مال المخاطر. وهذا بمبلغ 410 مليون دولار. ما الذي يحدث if the SME has a default event, لو أن المشروع المؤسسة الصغيرة والمتوسطة تعثرت عن الدفع؟ نحن نتحدث عن 4 مليارات دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وهكذا هذا هو شكل تدخلنا. فإننا نستخدم التدخل حسب الوضع. شكرا. I'm going to pose a question in Arabic. الآن سأطرح السؤال باللغة العربية. قد ترغمنا في الانتقال إلى أجهزة الترجمة مرة أخرى. جزء كبير معاليك من التحدي الذي يحيط بالمؤسسات الحصول على قروض هي مسألة الضمانات. في معظم الدول هذا الضمان يتشكل من رهن عقار لدى البنك أو المؤسسات المالية. التحدي الذي نواجهه في كثير من الدول العربية أن العديد أو الكثير أو غالبية العظمى من العقار هي غير مسجلة. فمثلا 90% من العقار في مصر هي مملوكة بدون تسجيل رسمي. نسبة قريبة بالنسبة بليبيا في ليبيا وفي تونس. نتكلم عن 90% 90% of real estate is unregistered. So it can be collateralized. And therefore it cannot be collateralized. What is the solution? الواقع in fact هذا الامر يختلف مره اخرى من بلد عربي لاخر حتى في حاله وجود هذه العقارات مسجله يعني على اساس ان هناك رسم عقاري واراضي نعرف من يملكها وما هي الحقوق المرتبطه بها. فاظن بان هناك صعوبه كبيره بالنسبه لمؤسسه صغيره ومتوسطه عقار قد يساوي القروض التي تطلبها من البنك فتبقى إشكالية الضمان مطروحة حتى في هذه الحالة. أنا من المتقاعدين التي مارستها أكثر من 35 سنة هي البنك. فعندما كان يقدم لي ملف للاقتراض كنت دائما أجيب على أن أحسن ضمانة هي أن الشركة تربح أموال وتتقدم وتتطور وتكبر وتكون مسيرة بصفة جيدة وأن هذه الضمانات الرهنية وغيرها هي بمثابة العجلة التي تضعها في سيارتك على أساس أنها ربما في يوم ما ستضطر إلى تغييرها مع كل التمني أن هذا لن يقع. يعني لابد أن ننظر إلى الضمانات على هذا الشكل بعقلية على أنه المقاولة التي تدبر نفسها وتتطور ومسيرة جيدا هي أكبر ضمانة والضمانة في تسييرها في سوقها في الأفضل أما الضمانات الأخرى شخصية أو رهنية فهي لها دور كبير. لابد السلطات العمومية مش الدولة فقط. هناك بعض البلدان سلطات عمومية يمكن تكون المدينة أو الجهة أو الجماعة يمكنها كذلك أن تتدخل في مواكبة هذا الأمر لأن إشكالية الضمانة هي إشكالية بالية نسبيا. فلا أظن أن هناك شركات كبرى في العالم تأخذ قروض على أساس أنها تعطي ضمانات رهنية. لا أتصور أن الشركات الكبرى عبر العالم تأخذ قروض بهذا الشكل ولكن تأخذ قروض بناء على دراسة موازناتها المالية وآفاقها وطريقة تسييرها ومصداقية قادتها. ولكن بالنسبة للمؤسسات الصغيرة هذه الضمانات تلعب دور مهم فليس لديها سيولة مالية بعد. فعلا هذه الضمانات تلعب دور مهم ولهذا لا بد من المواكبة. لا بد أن السلطة العمومية تسهل الأمر.
تعطيه للمستحق تعطيه ضمانة تواكب هذه الضمانة. يمكن تكون ضمانة حتى ضمانة الدولة في المغرب عن جربنا هذه المسألة. هناك ضمانة الدولة في بعض القروض التي تعطى للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وهذا لا يستثني مسؤولية المقاولين. نحن لا نعطيهم شيك على بياض، نعطيهم ضمانة على أساس أنهم تتم مواكبتهم ونحرص على أن يقوموا بعملهم في أحسن الظروف. وإذا فشلوا فالدولة طبعا تكون هي المخاطب لهم آنذاك، وتحاول تفهم أسباب هذه الفشل إذا كانت موضوعية أو أسباب مفتعلة. شكرا. Marco, you had a follow-up on the conversation we had earlier. So. Yeah, and I think it's very much related to the subject we are discussing. In a way, one level of guarantee is represented by the transparency that a certain company can bring. And you know, linking to what I know the best, which is the information technology and the tools that can be used. If you think about a small and medium enterprise, hardly can probably install an ERP system because you know, if I think about your example, it's almost impossible. But through the new way of delivering these services, this can be done, can be used easily, can be delivered in a secure way, and this will make small and medium enterprise better understood the banking system, and therefore the credit can be delivered in an easier way, in a more trustful way. So that's the combination of these two things: low cost of the service. Something that will be leveraging the technology in terms of transparency, I think will enable the opportunity to give additional investment to the small and medium enterprise. I don't personally believe that the government can close the gap. I think that's the way that we should go together in finding solutions. Okay. Going back to the audience, there's a question that received the most votes so far, which is, can SMEs succeed if the state sector remains so large in the MENA countries? ظل القطاع العام كبيرا جدا في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. I hate to go back to East Europe, but because I think this is the best example in the last 20 years. And the structure of East Europe, the development into a private sector was built on the destruction of the state organizations. I don't know if you know that. Actually, they passed a law that the state, for example, has to sell all industry, heavy industry or the oil industry within a period of time. So the government had to sell within 10 years. Based on the World Bank requirements, all the companies. We bought some of this. Because what the government to create, to generate money, because people, exactly as you said, people want to go to their business, but they have no money. So what the World Bank actually did with these countries is they forced the government to distribute the wealth of the government and small certificates to the individuals. I don't know if you are voucher. See, they gave them the vouchers, which means that you are in the house and you had not one cent, and the next morning you have six vouchers. These six vouchers, you went to the bank and you were able, the vouchers meant nothing because you had a voucher that you owned 100 shares from the wealth of the country of Bulgaria. But that certificate gave you the right to go to the bank and to be financed. This is how we finance people. They came with 100 certificates, they came with 1,000 certificates, we gave them the money and they went for the So somehow, in the Middle East, which is always being run by governments, the governments had to find sources. They were all huge companies. I'm not an expert as a World Bank operation, but as a private sector. Somehow the population has to claim his ownership, his right, his access to this. To be able to get finance. When you own a refinery in Jordan or in Morocco, or you own the government owned land or they own something, they don't own it. This is belong to the people of Morocco, the people of Tunis. It doesn't belong to the minister. So why the value of the individual in Jordan is not based on what that wealth is? Why when you go to get a 10,000 to make a shop, we have to ask you to bring land? I don't have land. So I think the expertise of the World Bank has to create the system, the structure for the individual
to be evaluated and to take risk on the population. Thank you. I want to go back directly to the audience in an old-fashioned way, so if we can have the mics ready. Naif? Thank you. This is an example of cronyism, right? I know you so I called you first. Thank you for you, Muhammad, and thanks for the panel. I just want to talk about the SMEs in general, but we're talking about financing SMEs based on collaterals, and this is something that unfortunately we cannot see, and we've not seen any evidence other than financing SMEs based on collaterals. Another issue I always, when we talk with SMEs, is why don't we support SMEs based on the idea? The idea, and what I meant by the idea, most of the SMEs that we have, successful SMEs that based on the technology part, for example, it's an idea, and one of the things that they have suffered was financing them based on the idea and the concept of the project and the plan of the project. But financing, as we said, it was not the only obstacle in front of SMEs and is not the major issue that is required by SMEs. We have other issues like specialized kind of a training that it bases on competencies and behaviors. Because it's not only financing in SMEs, but we need to know if this SME, they have the competencies of sustaining the business. And the second is the mentorship. We've talked a lot about SMEs, but one of the areas is we want a private-private partnership, which is having the successful SMEs being mentors for the startups. And this is really important. And we cannot see it from the private sector, unfortunately. We're not asking the government to do that, but we're asking the private sector to share their experiences with startups. And those are my two comments. Thank you. The third thing is technology-based SMEs. I have seen and experiences in England and in France where they have specialized training programs about virtual SMEs that involves the startups in getting and starting a business from A to Z. That is not based on finance. Do you mind introducing yourself for the sake of the panel? Introduce yourself, please. Naif City, I'm the CEO of Business Development Center. We're focused on SME development, entrepreneurship, and youth empowerment. Okay. I'm going to take one more question, and then we can consolidate. Please. Cornelia Maya, MRL Corporation from the United Kingdom. I would also like to go move away from the financial problems and move more to the legal issues. It's important, and there is maybe not the IFC, but maybe the World Bank could really do help governments to create a legal framework for companies to succeed, but also allow them to fail. We don't really have bankruptcy laws, and how can you let somebody go into business if when he wants to get out of business, he has to go to jail? So you have to allow for companies to get started and also fail. The second part is, you know, following up on that comment, there's something again that the World Bank and the IFC could help in terms of creating centers so that new entrepreneurs can come and you get help with accounting and so on. The SME helpline is good, but if you've just started a company, you probably don't have the time and the resources to help. So there's something there for the IFIs and the governments to give that. Okay. Well, why don't we answer this round and then we can go back to the audience. We have the issue of scalability, we have the issue of collaterals, we have the issue of idea financing, and we have the issue of legal landscape for perhaps supporting creative design. Right, the exit. The floor is open for the panel. نعم سيدي تفضل. أظن بأن لا يمكن اختصار المشاكل أو العوائق التي تواجه المقاولات المتوسطة والصغرى في التمويل. أثرت إشكالية العقار والولوج للعقار. Problem of real estate and access to markets and the possibility of giving them some space to breathe and to flourish. There are problems related to the law.
بالعلاقات بالآخرين. وأظن هذه كلها والمواكبة والتكوين الأطر والتدريب والتأهيل وأظن الجواب على هذه الإشكاليات لا يمكن في نظري اختصاره في حوار بين هذه المقاولات المتوسطة والصغيرة والسلطات العمومية والدولة. ربما الحل في التضامن كذلك فيما بين في نوع من الالتقائية في السياسات العامة. لا يمكن أن نستثني سياسة تجاه هذه المقاولات لسياسة أخرى، محاربة الفقر، الإدماج الاقتصادي، الشركات الصغيرة جدا، علاقتها بالشركات الكبرى. يعني لا بد من دينامية يساهم فيها عدد من المتدخلين، ما يبين أن المشكل معقد ولكنه ليس مستحيل في التعامل معه. من دون شك أن هذه الإشكالية ينبغي أن يوجه إليها بنوع من الشمولية، بنوع من الشمولية السياسات التي في نهاية المطاف ينبغي أن تتجه نحو الاستهداف بعض هذه القضايا. دكتور كاي، you talked about the importance of ease of business issues and other non-finance issues, creating an ecosystem that is fit for SMEs. Can you elaborate on the key dimensions you see fit for the region within perhaps the legal enforcement idea, financing, creative destruction? What can we do here? Actually, this is very basic. Financing only part of the issue. The issue is can the government create a level playing field for SMEs, for big companies? And there was a question, when you have a strong state-owned company, can you still have SMEs as part? Because only the critical, I would say, condition is the regulation is transparent, clear, truly create a level playing field, including what that lady said about the, you know, kind of a bankruptcy. If you do not allow a company bankrupt, that means the playing field is not level, right? And on the idea of financing, actually there is a way to do that called the venture capital. Do not go to the banks, because the bank has a fiduciary duty to make sure they are stable. Bank is critically important for a stable economy. So it's not like there's no way to get there. And on the, you know, what you said about the privatization in Central Eastern Europe, vulture, you know, there are different ways. You know, right now, looking back, certain people said that's a great job, other people said no. But, you know, regardless, you know, in hindsight, they're always very smart. But the challenge, I do believe, is I keep saying the true partnership between the public and the private. The government has a critical role to play. Nobody else can do, which is create an enabling environment, including bankruptcy, in terms of granting permit, in terms of a lot of things which only government can do. Only when you have that kind of enabling environment, the private sector can really start to develop. And I will not argue, you know, if there should be a state-owned company or not. That's subject to another, you know, debate. But fundamentally, that's really the critical requirement. Thank you. Since you mentioned venture capital, I just want to back this slide. The red bar measures ease of access to venture capital. And, I think we can see a clear split here between oil rich countries and non oil countries. So in Jordan, compared to Kuwait and UAE and Saudi Arabia, Jordan and Egypt, you can see that the issue of venture capital, perhaps, you know, there's a heterogeneity in the region regarding the availability of access to idea financing. Bad, 2.9 billion. Well, it's out of 7 actually the scale, but none of them did so well to get to 7 points. Marco, would you like to touch upon the issue of financing? Yeah, I'd like also to comment a little bit about the idea on financing the new ideas, which is related to the IT financing. I think, you know, if we can select the young people who can bring new ideas, I think we should find a way to give the credit on the honor that these people will bring and will deliver
deliver results. And of course, sometimes they will fail, but it is fine because I think the experience that they can get from the failure can become really the asset on which the credit can be delivered in the second experience. So if we can bring our mentality to the next level, this will be great. And I think, you know, the IT industry should play its own role here. Maybe, you know, I represent an American company. We should think how to make our experience more relevant to the local environment, which probably is an area of improvement from our standpoint. I want to go back to our web application. There's a question that will become clear why I'm smiling. How will we have more women-owned SMEs in the region when the culture is against it? It's sad that all of us come from the male gender. How can we do it? Any success stories? Should we worry about it? Should this be a focus? Absolutely. This is something we should worry about. Again, this, we have, this is one of our what we call cross-cutting intervention across whatever we do, agriculture and in the financial market. In IFC, we have made a goal that going forward, all our loans made to the financial institutions and directly 25% minimum should reach to women-owned enterprises. Because this is a critical part of you know, economic growth. And you know, there are different type of experience worldwide. And you know, when I welcome people to get on the website of IFC.org, you see a lot of things we are trying to do, or we have done, and you know, lessons learned. Thank you. I'm going to go back for one more round to the audience. You want to address this issue, please? I just wanted to go back to the banks for the interest. We said that there is, you go with the funding and then the mutuals go to the banks for when you give up for 500, 400 million for the banks to support this SME. There's few cases here in the Middle East where the banks obtain large sums of money from abroad at almost zero interest. You know what the interest is today in the world market. But because of the legislation and the local government, when they take those funds for 1%, when they give it to the local, they go to 10%. So I don't know if the solution is so when you take this fund, then you go, actually, it's criminal. So, he has no access. The other thing I wanted to say about the women. So, I mean, if you come, sometimes when you discuss in the Middle East, people are very surprised. But actually, the woman is a big issue all over the world. And I will give you one of the most civilized, most educated, most advanced countries in the world, the USA. Today in the USA, if you have a woman partner in the company, you are entitled for subsidies and grants. So if I go, if you go and make a US company and you apply a credit for $5 million, if I am an owner, if we are two men are owners, we are entitled, it's supposed, for 5% interest. If I have a woman with me, and I will, maybe this not will not look nice, but in every business I do in the US, I always bring one or two women with me as partners, free of charge. Incentives work. Yeah, because, no, I'm being honest. Absolutely. You know, because I will get lower interest, I get higher grants, and I get a lot of facilities. In Africa, which will sound, again, strange. In South Africa, I'm developing the national bus company. We bought the national bus company. And then we had to go to the black area. And they just made a law that if you have 25% black ownership, you are entitled for. We got 25% black. Then we found out if it's a woman, we get 35%. So I changed the band and I got women. So again, why not to apply in Jordan? Or why don't you say, if you have a woman, if you have a woman, you will have in the bank 1% less. So then you will see how the women will come up. I know the audience was eager. I'm going to take a very quick round of questions. We have very few minutes, so keep your question to around 20 seconds, please. Let's just a quick round of questions. No, I think
Thank you. I think all the issues that been mentioned are valid, and I don't think it should be either or. والمسألة التي تتعلق باختيار ما بين مشروع وآخر نحتاج إلى مساعدة وتسهيلات من الحكومة لتجعل الحياة أسهل خاصة بالنسبة للمرأة. كعضو في القطاع الخاص هناك مبادرات نستطيع أن ندشنها في القطاع الخاص ولا ينبغي أن ننتظر حتى تتخذ الحكومة قراراتها وهي عملية. 40% of our accelerators are owned and managed by women. In Jordan, in this room, there are two women CEOs, Jordanian CEOs. So I don't think this is an issue in certain countries. But I think if we believe that, Mr. Taher mentioned that human capital, if we believe that this is the best capital that we have, we believe in it, and I think we should start as a private sector, giving them opportunities in terms of funding and also in terms of using them to supply our companies in terms of software and the product. Thank you. One more question, I believe, over there. If you can get the mic there, please. Thank you. I agree with the issues that have been put for discussion, actually. Just going back to the woman issue, the first thing to start is maybe to have within the panel. Do you mind introducing yourself? Yeah, my name is Reen Badran from the private sector from here in Jordan. First of all, maybe to have on the panel women to be, you know, this is for. This is usually what happens, is that women talk with women and men talk with men about women, so you don't really mingle. So at the end of the day, the end result is very poor. So maybe this is what we should start with. The other thing is concerning having whatever you can call it, with a quota or having 35% of women in the boards or in membership. Well, this is sort of a transition, I think. But I truly believe and hope that if anything of this can happen, is to have the real input from them, not just to have them on paper and then to have access to the incentives. Although I maybe believe at the very beginning this could be something to bridge it. I'm the vice chair of the Al-Yaman Chamber of Commerce. And I somewhat, you know, at one point did present why the quota. You know, I was there and in competition, you know, I didn't win the quota. There's no quota in the chambers. So I said maybe to have more women in the chamber on the board, to have like a quota. I just wanted to see what's the reaction from the board member. It was extremely negative in most of them. I wouldn't say all of them, but most of them. They say they should compete and they should go. But I mean socially, yet this is, we're not ready for that. So at the beginning we should give a boost and we could encourage. And believe me, once they are there, they will make a difference, but they should be given a chance. Thank you. Final question perhaps. Can I get a mic here, please? And in the meantime, there's a third poll that while we're listening to the third question, please go back and take it. We're revisiting the question of is financing the main obstacle? Sir? I think we need to introduce yourself. Yes, Abed Andalusi for Morocco. I think we need to create a new generation of entrepreneurs. Unfortunately, nearly all graduates aim to be employed with no incentive to establish their own business, despite all the incentives given by the government. And the reason, in my opinion, is because the youth have not been prepared very early to take a risk and to take initiative. And the solution, I think, exists. We have some program, for example, Junior Achievement Program launched in the United States since 1990, and volunteers from the private sector coach students, for example, to create their own business during the academic year. So all what you need, I think, is to introduce entrepreneurship in the curriculum, in the middle school, in the high school, and in university. According to some survey in Europe, 30% of students who benefited from this training create their own business when they are 25 years old. Thank you. Very quick final comments in addressing these questions. They can be a direct address of some of these questions. Mainly, I'd like to hear your opinion about creating a culture of entrepreneurship in the Arab world. And is this something that the educational system should support? Or is it something that will come naturally if we do the ease of doing business and lower level the playing field, perhaps? So final round of comments, starting with Marco.
I think, you know, the need of a more entrepreneurial approach in the young generation, it's certainly there. I believe that the best way is to make the people try and to give them the opportunity to test their abilities on the ground. This is a little bit of risk, as I said, but the get back we have is enormous because we get the experience even when they fail. Just a very short comment on the women. I definitely agree that it's a practical way of giving targets in finding women in any kind of situation, including a session like this one. And, it's a way to fix the problem easily. Thank you. بالنسبة للمساهمة النساء في العملية المقاولاتية أظن بأنها أمر وارد وممكن. هناك تجربة بالنسبة للمغرب مرتبطة بمحاربة الفقر. في معظم الأمور التي مورست نجد من ما بين 30-50% من النساء اللي قادوا العملية وخلقوا مؤسسات صغيرة وخلقوا تجمعات وخلقوا تعاونيات وأظن بأنهن يحسن التدبير ربما أحسن من الرجال في كثير من الأحيان ولا بد أن ندفع في هذا الاتجاه. وعلى فكرة رئيسة الاتحاد العام للمقاولين المغاربة يعني الباترونا المغربي هي سيدة ولا أظن أقلها لا جرأة ولا ذكاء ولا إصرارا وتقود مجموعة مهمة جدا. فلهذا لا بد أن نعطي للنساء مكانتهم في المجتمع ونعترف لهم بأنسيتهم وبتفوقهم في كثير من الأحيان. Also their superiority in many fields. I think you need multiple interventions. You need a level playing field. Mm-hmm. You need the financing. You need to use technology. And another thing is very important is to create this culture. I think there's nothing in one that critically celebrates success. You know, in my view, if there are more and more people made lots of money, very successful, you know, you're going to inspire a lot of young people with a ready education to get there. So you need all of them. I don't know if the panel allows what I'm going to say. لا أعرف إذا كنتم ستتقبلون ما سأقوله. Or it allows for such suggestion. You just gave me this. I'm a practical guy, so I'm a businessman. I'm not. خطرت على بالي فكرة الآن. أنا شخص عملي. أنا رجل أعمال. هذا ما أقوم به كل يوم. There's two problems which comes. The finance of the SMEs. المشكلة الأولى هي تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والخريجين الجدد. ثم هناك مسألة النساء. Bring ourselves back when we were young and we didn't have so much money and we were not so successful. صغر حين لم يكن لدينا كثير من الأموال ولم نكن ناجحين ونحاول مع أوبك مع IFC ومع بعض الجهات الأخرى ونخصص صندوقا بخمسين مليون دولار نستطيع أن نقدم رأس المال هذا يركز هذا الصندوق على خريجي الجامعات بشرط أن يقدموا مشاركة ب 25% والحد الأقصى للقروض سيكون 50,000 دولار دون ضمانات. The insurance guys are perfect to judge people. طبعا يمكن للشركات التأمين أن تقوم بإطلاق أو بتقدير قدرة هؤلاء الأشخاص على سداد أم لا ويقررون إعطاء هذه القروض أم أو لا يعطوها في تلك نفس اللحظة. آمل أن نتمكن من تحقيق مثل هذا المشروع لنشاهد النتائج الأخيرة. كان هناك تغيير في الآراء. Before we had 56% believing that finance is not the greatest constraint, now it went up to 85%. So I think this really is a testament to the issues that were raised here, that there is a lot that remains to be done in this region when it comes to supporting SMEs, and while finance tends to be the issue that is most discussed, there is a lot to be done, leveling the playing field, allowing women in, using technology, the government role in facilitating the process. I would like to thank the panelists for their and the audience. My name is Mohamed Assas. I'm a professor at the American University in Cairo and the lecturer at the Harvard Kennedy School. Thank you for your participation and I look forward to seeing you soon.